مخرج ومنتج وكفنان اولا ابحث دائما عن الجمال وابحث دائما عن ما يستفز داخلي. Hello, welcome to Chengdu. Thank you very much. I'm Jack from Pandering, and this stands for you. Thank you very much. Welcome to Golden Panda Awards. Thank you very much. Thank you. The mountains here are beautiful. I like to film here. I like to make films here. I like it too much. Open for the public? Yes, open for the public. It's a shopping mall. Shopping mall. Very huge. نجدة إسماعيل أنزور، مخرج سينمائي ومنتج ومخرج تلفزيوني أيضا من سوريا. وسبب زيارتي هو الاشتراك في مهرجان الباندا الذهبي في سنته الأولى. فأنا أتطلع الحقيقة يعني وكل أمل أن يكون هذا المهرجان هو انطلاقة لتغيير الواقع السينمائي في بلدان العالم الثالث. الحقيقة في بصمة يعني الجميع يعترف بها، سواء في الميدل إيست أو في منطقة الشرق الأوسط أو في سوريا. يعني أنا عملت نوع من الثورة الفنية على التقاليد، يعني الأعمال الكلاسيكية التقليدية اللي كانت متبعة في التلفزيون وأعمال مصرية اللي كانت موجودة. كان معظم التلفزيون هو استوديو يصور أشبه بالإذاعة المصورة. يعني أنا اخترقت هذه الجدران وخرجت إلى الطبيعة وخرجت إلى الحياة وبدأت أعكس الحياة على الشاشة وأهتم في اللغة البصرية، أن أستغني عن كثير من الجمل الحوارية وأستعيد عنها بصور ولقطات هي تتحدث عن نفسها. فخلقت أنا مجموعة من المخرجين، النظرة نحو المخرجين الجدد الشباب اللي تأثروا بهذه الظاهرة وطوروها واشتغلوا عليها. فمجرد ما أنت يعني تشوف مسلسل أول لقطة أو تاني لقطة منه بتقول هذا أكيد شغل المخرج نجدة أنزور. أنا في زيارتي إلى الصين هذه عدة مرات، لكن إلى هذه المدينة الجميلة للمرة الأولى. يعني ما في شك أنه مدينة مبهرة تضم عراقة كبيرة تاريخية وأصالة، ويختلط فيها الماضي بالحاضر والمستقبل، وهذا شيء مشجع جدا. What is your name? Xiao Yu Ma. Bye. Okay. Bye. 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 الإنسان في هذه المدينة مستقر، هادئ، يعيش بهدوء ولا يخاف. هذا أهم شيء. فأنا الحقيقة لفت نظري هاي الحياة الاجتماعية وهذه الألفة بين الناس، وتمنيت يعني إنه هذا الشيء اللي نحن بنفتقده اليوم. Excuse me, I just add some more water for you. So how about the flavor? Do you like it? We like it.
we have double feeling. The first is distinct by mouth, yes. And the second distinct by nose. Yes, yes, very, very magic, right? Smell also, yeah, smell fantastic. Also, yes. Yeah. So now I can teach you a very traditional way of drinking this tea. Okay, just follow me, okay? First, hold this bowl and take this cover and to move it very, very slowly and gently. Oh, from inside to outside. Inside to outside. From inside to outside, another way. Yeah. Another way? Yes. No, no, no. I think you should take it like this way. Remove all the troubles and hurries out. Okay. Yes, yeah. Yes. Okay. This is the philosophy of Chengdunese. Yeah. Yeah. Okay, so it's good, right? Yes. So I think this is a very traditional way of drinking Chengdu bowl tea. Yes, yes. I will try it myself again, you know, like this. My name is Zhi Jiezhang. I am the traditional opera of exchange actor. We saw what you do, and it is very professional. Yeah, and very talented. How you can do that? It's like a magic. Yeah, it's about our secret. It's a secret, yeah? Yeah, you know about dance, like the magic, yeah. What's your feeling about to see my performance? I'm fully surprised, first of all. And then I start looking for more deeper. And I feel the culture, I feel the history of China. يعني أنا تفاجأت اليوم الحقيقة بهذا المكان. المكان فيه سحر خاص أولاً. أولاً فيه ألفة. فيه محبة، فيه وجوه مبتسمة، فيه إقبال على الحياة. بتشوف مختلف الأعمار موجودين مع بعضهم عم يتحدثوا عم يشربوا الشاي عم يأكلوا فواكه يعني في طابع حياة وفي بنفس الوقت تمسك بالعادات والتقاليد القديمة والتمسك بالآثار اللي موجودة إحياء هذه الآثار من جديد. أنا المخرج والمنتج السينمائي نجدة إسماعيل أنزور من سوريا. أنا سعيد جدا بوجودي بهذه المدينة الساحرة. جائزة تعني الكثير ولها قيمة معنوية كبيرة جدا، لكن القيمة الكبرى هي التواجد في بلد عظيم مثل الصين وفي مهرجان يعقد للسنة الأولى. هي بحد ذاتها هي فرصة كبيرة سواء إلي أو لأي مخرج آخر في العالم. فالشخصيات اللي موجودة ما في شك أنها شخصيات مهمة جدا، واللقاء معها مثمر، سيكون مثمر جدا في فتح الآفاق التعاون وبناء العلاقات. فأعتقد أنا أتطلع بشغف كبير إلى لقاء هؤلاء الأساتذة الكبار الموجودين المشاركين في النقاشات، وإن شاء الله أنه نقدر نتوفق ونقدر نتفق على بعض الخطوات العملية التي ستساعدنا في كسر الحصار وفي إنتاج ما نطمح إليه من أفلام أو مسلسلات تلفزيون. Shen Shumao, Ken Huangjian.
Adam Clark from UK. اليوم هذا المهرجان هو قيمة مضافة لكل مهرجانات السينما في العالم. أولا من ناحية الشكل، ناحية ثانيا من ناحية المضمون. وهذا اللقاء ما بين هذه القامات الفنية الموجودة سيثمر أكيد يعني حتما هي يعني تقود إلى تغيير كبير على مستوى الإنتاج التلفزيوني والسينمائي العالمي. لم أتي من أجل الجوائز، أنا جئت من أجل التعارف ومن أجل بناء علاقات قوية وعلاقات متينة والتبادل الثقافي مع أهم المخرجين المدعوين لهذا المهرجان. وأتوقع لهذا المهرجان السنة القادمة والسنة التي تليها أن يكون مهرجان من أهم مهرجانات العالم، ويعني سيكون الاهتمام فيه كبير، وستجد يعني مستوى مختلف من الضيوف أيضا في كل سنة وكل عام. المزيد من التطور والتقدم، وأتمنى أن آتي مرة أخرى بزيارة مصطحبا معي عائلتي وأطفالي لكي يروا هذا البلد الجميل